استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر القضبية اليوم السيد فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين حاليا. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الظروف التي تمر بها المنطقة تتطلب المزيد من التعاون العربي، فانعكاساتها السلبية ستلقي بظلالها على الجميع، منوها سموه بالمبادرات التي أكدت على الموقف العربي الموحد، ومنها رعد الشمال الذي كان رسالة واضحة على وحدة الكلمة العربية. وخلال اللقاء تم التأكيد على عمق علاقات الأخوة والتعاون التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من تطور مستمر في كافة المجالات، في ظل ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين من روابط تاريخية متينة وحرص متبادل على بناء نموذج راسخ للتعاون الثنائي المثمر. وتطرق اللقاء إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لما لذلك من أثر هام في زيادة أوجه التنسيق بين البلدين الشقيقين والبناء على ما يربطهما من علاقات أخوية وثيقة ومتميزة. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على توسيع أطر التعاون مع المملكة الأردنية الشقيقة على كافة المستويات وفتح مجالات جديدة تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الشقيقين. من جانبه عبر السيد فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال، مشيدا بما يوليه سموه من حرص على الارتقاء بالعلاقات البحرينية الأردنية وتنميتها في مختلف المجالات. وأكد أن علاقات الأخوة والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية تشكل نموذجا لعلاقات المحبة بين الأشقاء، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ومشيدا بما تشهده مملكة البحرين من تطور ونهضة في مختلف المجالات.